احنا عايز بس ادي كومنت على موضوع طيب الفيزياء والحاجات اتفضل دي. اتفضل حضرتك. يعني احنا عندنا برضو مشكله كبيره جدا في المناهج، لان احنا مناهجنا كلها، احنا كنا بندرس يعني، واعتقد ان المنظومه ما اتغيرتش عن ايامنا ودلوقتي، احنا بنعتمد على الكم والصم. طول ما مناهجنا بتعتمد على كم وصم مش هتقدم حاجه. انا عايز ابني عقل للطالب، مش اجيب له كلمتين يحفظهم صم عايزينه يفهم، مش عايزينه يبقى ايوه آلة دي كارثه، يخرج من الامتحان ينسى اللي هو انا بقول لك ذاكره. منظومه التعليم بحاجه الى انتفاضه كامله. طيب.